السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم كتستحق التجربة، وصفة جد رائعة، مكوناتها بسيطة بزاف، كتوجد في 5 دقائق، يعني سهلة بزاف بزاف، والنتيجة غادي تعجبكم بزاف. كيجي اسفنجي وخفيف ولذيذ، اللي هو الدورياكي الياباني او البانكيك الياباني. الى ما عمرك جربتي هذه هي المناسبة، وكيف قلت راه كيستحق انكم تجربوه. بقاو معايا شوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالو من اول الفيديو الاخر ديالو. اول شيء غنحتاجوا البيض، يعني هذه المكونات جد بسيطه، ما كاين لا زيت لا زبده لا ياغورت لا حليب لا والو، بيضتان فقط. غنوضعوهم من الاحسن يكونوا بحاره المطبخ، يعني يتجبدوا من قبل من الثلاجه. غادي نضيفوا معهم كيس من السكر الملسم بالفانيلا، او ممكن تنسمو باللي بغيتي، ولكن يعني السكر او نكهه الفاني احسن. واحد رشه ديال الملح، وغنضيفو كذلك السكر. هنايا غندير 3 أو 3.5 أو 4 على حسب الذوق ديالكم، واحد 40 حتى 50 غرام. محتو 3 ديال المعالق ونص اللي درت، وغادي نزيد معاهم بعد ما كنخلط واحد شويه. غير بطراب يدوي، ما غاديش نحتاجو لا طراب كهربائي لا خلاط لا والو، غير كنحسو بالبيض نسجم مع السكر واحد شويه. غادي نضيف باقي المكونات، يعني انا خليت الفيديو ما زربتوش باش يبان لكم انا ما كتاخذش نهائيا الوقت التحضير ديالها. صافي غادي نزيد ملعقه صغيره من العسل، يعني هذا العسل ضروري او اكيد في هذه الوصفه، لانه كيعطي عنده نتيجه او اضافه مزيانه لهذا البانكيك. معلقه صغيره كافيه. طبعا في الحاله ما لقيتوش ممكن تستغناو عليه، اولا ما كانش متوفر وضريتو وبغيتو ديروا الوصفه ممكن ما ديروش، ولكن الا كان يكون احسن. صافي غادي نزولوه وغادي نستمر كنخلط حتى كينسجم العسل مع باقي المكونات. غادي نزيد كاس ديال الدقيق تقريبا 125 غرام، يعني كاس عامر من الدقيق ديال الفورس، يكون نوعية جيدة. وغادي نزيدو كذلك 2 أكياس من خميرة الحلويات 16 غرام، ضروري يكونوا 2 باش كيجينا يعني اسفنجي ومنفوخ مزيان وخفيف في نفس الوقت. بغيتي ديري كيس ونص ممكن، ولكن من الأحسن 2 ديال الأكياس. نغربلو الكل وكنخلطو كذلك بالطراب اليدوي حتى كنحصلو على عجينة ثقيلة واحد شوية. غادي نزيدوها تقريبا 1/4 كأس من الماء، صافي، وكتكون العجينة ديالنا جاهزة فقط، يعني هادشي اللي كنحتاجو فيها. نخلطو نحسو بالدقيق نسجم تنحبسو، 1/4 كأس او زيدوا شويه بشويه حتى تحصلوا العجينه ما تكونش خفيفه اكثر من القياس باش ما تعذبكمش من تبغيو طيبوها. يعني واحد 40 ملل او 50 ملل في هذه الحدود. صافي وغنغطيوها ونخليوها ترتاح 10 دقائق حتى 15 دقيقه، ضروري ترتاح باش كتكون النتيجه احسن. صافي مين ترتاح كنسخنو المقلاة ديالنا على نار تكون هادية، ما نجهدوش بزاف، وقبل ما نبدا نطيبوهم ضروري ما نحركوهم او نخلطوهم مرة اخرى بالطراب اليدوي، كيكونوا مرتاحين وكيديروا لنا بويقات او فقاعات. بالنسبه للمقله فانا استعملت هذه اللي فيها 4 ديال الوجوه، كاين 7 ديال الوجوه. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش يديروا مقله عاديه، وبالنسبه اللي بغات تاخذ ويعني وجاتها ديال 7 وجوه غاليه، فهذه ديال لاماكوم ثمنها جد مناسب ومتوفره فيما مشيتو، ثمنها رخيص مقارنه مع الاخرى، وحتى هي يعني النتيجه ديالها مزيانه، كتطيب مزيان ما كتلصقش،
وفي جميع الاحوال اذا استعملتوا العاديه او هذه او سبع وجوه في البانكيك اللي بهذا الشكل فدهنوا قبل ما ديروا بالزبده. انا دهنت بالزبده كنعتذر غير ما صورتش المقطع، كندهنوا بشيته هكايا من الفوق شويه ديال الزبده باش ما يسقوش معنا، او زيت حتى زيت مزيانه ماشي مشكل. صافي كنخليوها على نار مهيله كدير معنا فقاعات بداك الشكل، وكنقلبوهم غير بشويه، ردوا البال غير بشويه ونار كيف قلت مهيله لانهم كيطيبوا دغيا وهما كيخمروا كيطلعوا كيتنفخوا، ما تكتروش العجينه فيهم باش ما تجيكمش غليظه اكثر من القياس. صافي كيب المال حتى نحسوا بهم شدوا راسهم، وكيف قلت وكنأكد باش ما يتحقوش وتخطفوا ليكم، يجيو لونهم هكايا محمر زوين نار مهيله وردوا ليهم البال. صافي كنقلبهم ونخليوهم غير واحد دقيقه فقط من الجهه الاخرى، وكنزولوهم كيكونوا طايبين محمرين هما هذوك. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنطيبهم كاملين. هادو صغيورين ممكن ديروا المقله وديبوهم شويه كبار، غير ما غيعطيكم عدد كتير. انا كيعجبوني نستعمل هاد المقله بحال هكا، كتعطيني اشكال مقاده باش نكلصق وحده على وحده، كيجيوني قد قد وكيجيو صغيورين حتى في التقديم ديالهم. عطيتهم الوليدات يديو معاهم المدرسه او الكوتي او الفطور، كيجيو زوينين هكذاك. صافي كما لاحظتوا كيجيو خفاف بزاف اسفنجيين، يعني كيجيو رائعين. غادي ندهنوهم، هو في الوصفه الاصليه كتكون الشوكولات مع شوكولاته الدهن مع زبده الفول السوداني. ممكن تديروا اي حشوه بغيتوا، انا غندير لي كاك خيم غادي نعمر به وغنلصق وحده مع وحده، وكيف قلت ممكن تعمروا باللي بغيتوا. انا بغيت ندير، انا عندي زبده الفول السوداني ولكن بغيت نستعملها، لان بزاف البنات غيعكزوا عليه يجيهم شويه حيت ماشي متوفر عند الجميع. وكما لاحظتوا عن قرب فهو خفيف بزاف كنأكد لكم. صافي غنمشي دابا نعمرهم كاملين، ندير كميه والكميه كتبقى اختياريه، ولصق وحده مع وحده. كيف قلت كيعجب الوليدات خصوصا انه بالشوكولات، وممكن تحضروه وتحتفظوا به في المجمد من تبغيو تجبدوه، راه ممكن يعني ما هو ماشي بحال البغرير فكيبقى مزيان. كاين اللي كيحتفظ حتى بالبغرير ولكن هو ما كيغيرش هذا ديالو. صافي نستمر نلصق بلي كاك خيم كاملين، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجيو من الداخل. هذا شكلهم النهائي عن قرب، كما كتلاحظوا في القوام ديالهم ما كيجيوش بحال البانكيك العادي اللي كنديرو، كيجيو هادو خفاف اكثر. وكما لاحظتوا راه مكوناتهم جد بسيطه، بغيتو كميه اللي هي كثيره ممكن تضعفوا المكونات، بغيتو غير الوجبات يعني فطور او غدير مره واحده فكيكونوا كافيين. طبعا تيبقى على حساب عدد افراد العائله، هما عن قرب يعني قررت لكم الكاميرا مزيان باش تشوفوا وتاكدوا كيستحقوا التجربه. شكرا لكم بزاف دائما على الدعم والتشجيع، على اللقاء في فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.